سلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع سابورا بانيت. اليوم نرجو مع بعضنا في فيديو جديد ودرس دعم جديد فيما يخص مادة الرياضيات. واليوم نشوفوا مع بعضنا أو نتعرفوا مع بعضنا على نوع جديد من الأعداد. كنا سابقا نتعامل ونطبق القواعد على الأعداد الصحيحة الطبيعية. اليوم أحبتي سنتعرف مع بعض على الأعداد العشرية. باش نبدأ مع بعضنا في سلسلة فيديوهات تفسيرية للأعداد العشرية، كيفاش نطبق عليها الجمع، الطرح، الضرب، المقارنة، كيفاش نبدلوها إلى أعداد كسرية عشرية. يعني لدينا الكثير والكثير من المواضيع علينا فهمها بالنسبة للأعداد العشرية. وبطبيعة الحال كل نوع من الأعداد لديه طريقة معينة لتطبيق القواعد. حسنا، لازمنا قبل ما نبدأ ونطبق في الحاجات اللي نعرفوهم في العمليات اللي نعرفوهم، لازمنا أصلا نعرف شنو معناه عدد عشري. بطبيعة الحال باش نعرفوا المفاهيم أو نتعرفوا على المفاهيم هذه من خلال أمثلة. ناخذوا مثال باش نكتب أنا عدد معين. نقرأ العدد هذا: 23456. ما هو نوع هذا العدد؟ إذن أحسنتم، هذا عدد صحيح طبيعي، متكون من أحد عشرات، مئات، أحد الآلاف وعشرات الآلاف. ولكم أن تجربوا أي مثال الأعداد التي كنتم تتعاملون بها منذ أن بدأتم الدراسة إلى حد هذا اليوم. تسمى جميعا الأعداد الصحيحة الطبيعية مهما كان عدد أرقامها، المهم أن تكون سلسلة من الأرقام المتتالية ولا وجود لعلامات غريبة فيها، فقط أرقام متتالية جميعها تسمى أعداد صحيحة طبيعية. إذن ما هو هذا العدد الذي سأكتبه الآن؟ صحيح، هذا العدد متكون من أرقام، جميع الأعداد تتكون من أرقام، ولكن الفرق بين هذا وهذا أن هذا يحمل علامة غريبة وهي الفاصلة. أحسنتم، تلك الفاصلة أحبتي هي الشيء الذي يجعلنا نخرج من عائلة الأعداد الصحيحة الطبيعية وندخل معا عائلة الأعداد العشرية. نعم، يعني الأعداد العشرية هي في الأصل أعداد صحيحة طبيعية، ولكن تحمل بين تلك الأعداد فاصلة. يعني العلامة المميزة للأعداد العشرية هي الفاصلة. هل هذا واضح؟ إذن كيف نقرأ؟ نقرأ هذا الجزء أولا، ما بعد الفاصلة نقرأه أولا، ثم فيما بعد نقرأ فاصل وثم الأعداد أو الأرقام الموجودة أمام الفاصلة. نقرأ هذا العدد: 43.01. أرأيتم؟ أما سابقا قلنا 23456، لم نذكر كلمة فاصل لأن لا وجود لها. لسائلنا أن يسأل ما هي تلك النقطة التي كتبتها منذ قليل، ألا تعرفون أو ألا تتذكرون أن لتسهيل عملية قراءة عدد يحتوي على عدد كبير من الأرقام، مثلا 5 6 8 7 9 إلى غير ذلك، نقسم كل 3 أرقام مع بعض حتى يسهل علينا معرفة الوحدات أو في أي عمود أنت.
فقط تلك النقطة هي تقسيم 11 مئة، ثم نضع نقطة، ثم فيما بعد 3 أرقام أخرى، 1000، 10000، 100000، ثم نقطة، ثم ندخل 11 مئات في وحدة الملايين، وهكذا. إذن النقطة يمكن لكم أن تستغنوا عنها، ولكن فقط نكتب حتى نسهل على أنفسنا القراءة فقط. نعود إلى هذا المثال. 43.01 هو عدد عشري. أحسنتم. وقلنا أن هذه الفاصلة، هذه تسمى فاصلة، هي العلامة المميزة للأعداد العشرية. أي أنك عندما ترى عددا فيه هذه العلامة، اعلم أنك ستتعامل مع عدد عشري، ولديه قواعد أو طرق معينة لتطبيق تلك القواعد. الجماعة ترى الضرب، القسمة، وكذلك المقارنة. يعني عندما ترى هذه الفاصلة، استحضر أو جمع في ذهنك جميع القواعد الخاصة بعائلة الأعداد العشرية ببساطة شديدة. حسنا، ما هو المفهوم؟ الآن سنكتب بعدما تبين الفوارق. العدد العشري هو عدد صحيح طبيعي، ماذا؟ يحمل فاصلة. الآن أحبتي، هذا هو المفهوم، ومع الملاحظة أن العدد العشري، نحن قلنا أن العدد العشري هو عدد صحيح طبيعي يحمل فاصلة، والعكس صحيح. حسنا، ضعوا هذه الملاحظة في أذهانكم، لأن في فيديوهات قادمة دائما في هذه العائلة، عائلة العدد العشرية، سأذكركم بها. العدد العشري هو عدد صحيح طبيعي، ونفس الشيء العدد الصحيح الطبيعي يمكن اعتباره عددا عشريا. كيف ذلك؟ حسنا، يجب أن نأخذ مثالا على ذلك، ولكن ليس في هذا الفيديو، لأننا هنا نتحدث عن مفاهيم عامة، أما التخصيص والتفاصيل ستكون في فيديوهات منفصلة قادمة. حسنا، تعرفنا الآن على المفهوم. سنرى مع بعض تقسيم هذا العدد العشري. ما معنى تقسيم؟ أي سنقسمه إلى وحدات، وسنرى الاختلاف بين عدد عشري وعدد صحيح طبيعي. هل يحافظ على نفس المراكز تلك 11 مئات، بلا 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 بلا، أو هناك شيء جديد؟ حسنا، فلنأخذ مثالا، أو قبل المثال فلنأخذ نفس المثال. 43.01. أولا سنرى أقسام هذا العدد. عدد صحيح طبيعي يتكون من جزء واحد، ذلك الجزء يتكون من عدد من أو من سلسلة من الأرقام المتتالية. أما العدد العشري فهو مقسوم إلى نصفين، ليس نصفين، إلى جزئين. لما نقول نصفين يعني يجب أن يكون متعادلين في كل شيء، ولكن هذه ليست قاعدة، نقول جزئين. لا نستعمل كلمة نصف إلا إذا كانت الأجزاء متقايسة. ملاحظة ونمر، نغلق القوس، نعود إلى هنا. الآن سنتبين اسم كل جزء. انظروا، هذه الفاصلة قلنا العلامة المميزة، أليس كذلك؟ هناك جزء أو سلسلة من الأرقام قبل الفاصلة، وسلسلة من الأرقام بعد الفاصلة. وكل جزء يطلق عليه اسم مختلف. حسنا، الجزء الذي قبل الفاصلة يسمى جزءا عشريا. هل هذا واضح؟ ما قبل الفاصلة مهما كان عدد أرقامه، إن شاء الله حتى رقم واحد، يسمى جزءا عشريا.
أما ما هو أو ما يكون بعد الفاصلة يسمى جزءاً صحيحاً. هل هذا واضح؟ نعيد. العدد العشري يتكون من جزئين تفصل بينهما فاصلة. الجزء الأول أو ما قبل ما يأتي قبل الفاصلة يسمى جزءاً عشرياً مهما كان عدد أرقامه، إن كان رقم واحد أو اثنان أو رقمين أو ثلاثة أرقام إلى غير ذلك، كلها تسمى جزءاً عشرياً. أما الجزء الذي يأتي مباشرة بعد الفاصلة فيسمى جزءاً صحيحاً. حسناً، عند نطق العدد أيهما أنطقه أولاً؟ أقول 01.43 أو 43.33. أحسنتم. نبدأ أو عند قراءة العدد العشري نبدأ بنطق الجزء الصحيح ثم الفاصلة ثم الجزء العشري. نكتب عند قراءة العدد العشري. حسنا، هذا كله يسمى عددا عشريا، أما هذا يسمى جزء عشري وهذا جزء صحيح. ننطق أولا الجزء الصحيح مهما كان عدد أرقامه أيضا، ثم الفاصلة، ثم الجزء العشري ببساطة شديدة. هل هذا واضح؟ نأخذ مثال أو مجموعة من الأمثلة. حسنا، كيف نقرأ هذا العدد؟ ببساطة، هذا جزء عشري وهذا جزء صحيح. القاعدة تقول ننطق هذا أولا ثم الفاصلة ثم نعود إلى قراءة هذا العدد. 84.012. حسنا، فلنأخذ مثالا آخر. هذا عدد عشري أيضا، أليس كذلك؟ إنه يحمل فاصلة، مجموعة من الأرقام تفصل بينها فاصلة. حسنا، نقرأ هذا الجزء أولا ثم فيما بعد الجزء العشري. 4353.5. هذا الجزء فاصل تدع، هذا الجزء أيضا ببساطة شديدة. هكذا تتم قراءة العدد العشري. الآن أحبتي، للمزيد من التثبت أو للمزيد من الفهم سنقسم تلك الأجزاء إلى وحدات لنرى هل تحافظ أو يحافظ العدد العشري على نفس المراكز أو نفس الوحدات كما هو في العدد الصحيح طبيعي. حسناً، كيف لكم أن تفهموا ذلك؟ لا بأس، نعود إلى هذا العدد، إنه عدد صحيح طبيعي. حسنا، هذه سنرى كل وحدة ينتمي إليها كل رقم. هذه أحد، هذه عشرات، هذه مئات، هذه أحد الآلاف، وهذه عشرات الآلاف، مئات الآلاف، أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، تدا إلى غير ذلك. لنرى الآن، نأخذ مثال ونرى هل يتغير الأمر بالنسبة إلى عدد عشري أم نحافظ على نفس المراكز. حسناً، دائماً نبحث عن مثال، أبحث عن لون مميز. أين ألواني؟ لدينا هنا، فلنأخذ مثالاً، مثلاً 973.14. مثلاً، خذوا ما شئتم من الأرقام وأرجوكم لا تلتزموا بالأعداد التي أضعها في الفيديوهات. أوقفوا الفيديو، غيروا الأرقام كما شئتم وطبقوا عليها نفس الكلام الذي قلته. هذا يدل على تدربكم ورغبتكم أيضاً في التفوق. حسناً، لدينا هذا المثال، قلنا
نقرأ هذا الجزء ثم فاصل ثم هذا الجزء فنقرأه معا. إذن 973.214. اقرأوا كل جزء على حدة كأنكم تقرؤون عددا صحيحا طبيعي، لا نقول 4 1 2، لا لا لا، ها؟ فلنغطي، نعتبر أن لا شيء موجود آخر، نقرأ عدد العدد الموجود هنا ببساطة شديدة. نبدأ من هنا ثم إلى الأحد، 973 ثم فاصل، نغطي هذا، 214. اقرأ كل جزء على حدة كأنك تقرأ عددا صحيحا طبيعيا قائما بذاته، هل هذا واضح؟ حسنا، الآن سنتبين مع بعض مركز كل رقم. فلنبدأ أولا بالجزء الصحيح. ما هو مركز هذا العدد؟ أحسنتم، أحد. ثم هذا العدد، الرقم عفوا ليس عددا، رقم. السبعة أين؟ 973. الثلاثة هي الأحد، السبعة هي العشرات. ثم هذا الرقم ما هو مركزه؟ أو هكذا، ما هو المركز؟ أحسنتم، مئات ببساطة شديدة. وهكذا دواليك، كلما زاد عدد الأرقام نفس في هذا الجزء، في الجزء الصحيح نحافظ على نفس المراكز أو الوحدات كما عدد صحيح طبيعي عادي، لأنه أصلا هو جزء صحيح طبيعي. الاختلاف أحبتي في الجزء العشري. أي نعم نعم نعم، هنا اختلاف جذري. 214 رغم أننا نطقناها 200 لقائل أن يقول إنها مئات هذه، لا لا لا، هذا يسمى جزءا من عشرة، جزء من عشرة، 14 تاء ذاك الواحد، لقائل أن يقول إنها العشرات، لا ليست عشرات، إنها جزء من 100. أحسنتم، الآن بالنسبة للأربعة ماذا نسميها؟ ببساطة شديدة تسمى جزء من 1000. يبدو الأمر مبهما حقا، فلنعيد قراءة هذا المثال. 973 وجزئان من 10 مع وجزء واحد من 100 وأربعة أجزاء من 1000. هكذا في الحقيقة تقرأ الأعداد العشرية، ولكن للاختصار نقرأها، ارتأى علماء الرياضيات طبعا أن نقرأها كأعداد صحيحة طبيعية، ولكن إذا طلب منك ابحث عن مركز هذا العدد عليك أن تكتب هذه أحد هذه المراكز، هل هذا واضح؟ حسنا، ملاحظة أخرى، بعض الأرقام أو بعض الأعداد العشرية ليست دائما، أو جميع الأعداد العشرية ليست دائما تحتوي على ثلاثة أرقام قبل الفاصلة في الجزء العشري أقصد. قد تجد عددا يحتوي على رقم واحد، أي يوجد فقط الجزء من 10. قد تجد أيضا أرقاما أخرى، عفوا، أعدادا أخرى تحتوي على الجزء من 10 والجزء من 100 فقط. وقد تجد أعدادا فيها ثلاث أرقام في الجزء العشري، ولكن إجمالا أو كمثال من الحياة، من تعاملكم مع الأرقام، مثلا عندما تستعملون الآلة الحاسبة أغلب الأحيان يخرج لكم رقم غريب، مثلا 29.00033333 إلى غير ذلك. أنا رقم لا متناهي من أو عدد لا متناهي من الأرقام قبل الفاصلة. تلك الحسابات التي تقوم بها الآلات، أما نحن كإنسان فقط
علينا أن نأخذ فقط 3 أرقام، البقية ليست مهمة بالنسبة إلينا، ولكن إذا أردنا حسابا دقيقا جدا علينا أن نهتم بجميع الأرقام اللامتناهية الموجودة من هذا الجزء. أرأيتم؟ فقط إذا أردنا عددا دقيقا 1000%. ولكن قلنا نحن في تعاملنا أو في برامجنا نرتئي أو نستعمل فقط 3 أرقام على أقصى تقدير، حتى وإن وجد 5 أرقام 6 أرقام هنا، خذ فقط 3 أرقام الأولى واحذف البقية، ليست مهمة بالنسبة إلينا في هذا المقام طبعا، ولكنها جميعها مهمة. حسنا، فلنأخذ مثالا آخر. نأخذ مثال هنا، أطلب منك أن تقرأ هذا العدد ببساطة شديدة. نغطي هذا أولا، نقرأ هذا ثم الفاصلة ونقرأ هذا عادي بشكل عادي. حسنا، فلنبدأ. 43,000 و31 فاصل 201. حسنا، أنا أقول لك أو السؤال يقول ما هو مركز هذه الثلاثة؟ إنها في الجزء الصحيح، إذن 11 مئات أحد الآلاف، إنها في أحد الآلاف. حسنا، سؤال آخر، ابحث لي عن مركز الأربعة. حسنا، إنها دائما نحن نقف هنا أو نتعامل مع الجزء الصحيح، إذن 11 مئات أحد الآلاف 10,000، إنها 10,000. حسنا، صحيح. الآن ما هو مركز هذا الصفر؟ هذه المراكز، أرأيتم؟ هذه أسماء المراكز. حسنا، نحن نتعامل مع الجزء العشري، سيتغير أو ستتغير التسمية، الصفر يكون في المرتبة الثانية من هذا الاتجاه. إذن هنا دائما نقرأ الجزء العشري من هذا الاتجاه ونحن ذاهبون هكذا. حسنا، أول رقم يعترضك هو جزء من العشرة، ثاني رقم هو جزء من المئة، ثالث رقم هو جزء من ألف. إذن الصفر أين؟ إنه جزء من مئة. أحسنتم. حسنا، ما هو مركز الواحد؟ ببساطة شديدة إنه الثالث ونحن ذاهبون في هذا الاتجاه، إذن هو جزء من ألف، وهكذا دواليك. حسنا، هذا مثال واحد، جربوا ما شئتم من الأعداد وغيروا عدد الأرقام هنا وعدد الأرقام هنا، لا تلتزموا بثلاثة، افعلوا مثلا رقم واحد ثم مثال آخر رقمين ثم مثال آخر 3 أرقام وهكذا، واسألوا أنفسكم ما هو مركز هذا الرقم، ما هو مركز هذا الرقم، هكذا بالتدريب المتواصل أحبتي ترسخ المعلومة في أذهانكم. إذن للحوصلة، العدد العشري مقسم إلى جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. حسنا، تفصل بينهما فاصلة طبعا، وهي العلامة المميزة للأعداد العشرية. الآن إلى المراكز، مراكز الأرقام. بالنسبة للجزء الصحيح من هذا الاتجاه يحافظ على نفس المراكز، 11 مئات، 1000، 10,000، بلا 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 بلا، كأنه عدد صحيح عادي كما تعاملنا قبلا. أما الجزء العشري أي ما يأتي قبل الفاصلة فأجزاؤه تتغير أسماؤها، جزء من 10 أول رقم يعترضك من هنا، ثم الرقم الثاني بعد الفاصلة هو جزء من 100، ثم الرقم الثالث هو جزء من 1000. وغالبا قلت لكم الملاحظة، غالبا ما نكتفي بثلاثة أرقام على أقصى تقدير. إلى هنا أحبتي نأتي إلى نهاية هذا الفيديو التمهيدي للأعداد العشرية بصفة عامة. انتظروني، سأعود حالا في فيديو قادم وسنرى كيف نطبق الجمع. حسنا، لا تذهبوا بعيداً.